صباح الخير، صباح نور، صباح الشمس، صباح الجمعة، صباح يا متعبيني. كيف حالكم؟ شلونكم؟ شو أخباركم؟ إذا طيبين الحمد لله. يا أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا. هاي أنا مهمين. أوكي، تذكرت قبل أسبوع أنا صديقتي راح نحنا سالوت، هذا عصير صالون، هذا عصير طبيعية يعني بدون كيمياء جيم أو لا، يعني هذا مرة طبيعية لكن حلو مع خضار. أنا صور في ستوري في انستغرام، شفته تذكر هذا قبل أسبوع شربت هذا عصير. يا الله أحس تغير في حياتي، يعني خلاص لأنه أنا تعود أشرب عصير ما سكر يعني من محل جاهز أو عصير جينجر، أحيانا أشرب صودا يعني مشروب غازي أحيانا بس ما أشرب كثير صراحة. بعدين أنا شربت هذا عصير فريز يعني عصير من فواكه طبيعية، أحس طعم تغير حياتي لأنه أنا ما أحب أشرب عصير مع جزر. يا سخيف، أنا زيك، أنا ما أحب أشرب عصير جزر، أخي مستحيل كيف أكل وأشرب، مستحيل مستحيل صح؟ لكن هذا جربت مرة طبيعية، مرة طبيعية، جنة جنة. لازم تجرب، لازم تجرب. نصيح، يا ليت أنا باشتري منك وأرسل في السعودية، يا ليت. طعم جنة، كأنه مو جزر، والله العظيم أحس مو جزر. إيش الطريقة؟ الجزر، البرتقال، ورق عين، مو ورق عين، مش ورق عين، خبالة، نعناع، إيش بعد؟ في مقادير مكتوب، وأبغى أجرب نفسي في البيت، ما نات يمكن في فرق أو لا، أحس طعم طبيعية ما في سكر ولا شي، أحس يعني موجود الطعم في خضار، مرة جنة لازم تجرب. الحين بسوي فيديو، جاهزين؟ يلا بس. هذا ايش؟ نعناع مينت، مينت. شريت انا يوم من فانس جنبي. هذا ايش؟ جزر. قطع جزر جاهز بكيس. هذا ايش؟ ماي ليمون، ليمون اخضر. اوكي يلا 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 يلا. برتقال اورانج، برتقال. شوف هذا الليمون، ثلاجة احس بارد، ها؟ لما تعبي كذا احس الليمون مر قليل شويه، في مويه ينسى شويه، لكن في طريقه عشان تنسى بسرعه بسرعه، يروح كذي احس زايله ثقيل. كيف تحل؟ حطه في مكويه، تاخذ 10 ثانيه، يصير تنزل المويه كثير اكثر من العاديه اول شويه، هذا حط زياده كثير، حط في مكويه بياخذ 10 ثانيه. يلا بسم الله، احط في يلا بسم الله. ايش كذا نون غريب؟ المفروض نون برتقال غامق، نون برتقال هذا فاتح، يمكن احط برتقال بزيادة، بجرب.
حطيت بزيادة. يلا الحين تجرب مرة ثانية. أحسن من أول صح ولا لا؟ أحسن من أول بس أحس نفس الشيء. معقول؟ يلا بتجرب. بسم الله. سوي كذا سوي كذا. شوف ها، احنا ما ناكل كذا، احنا ما نشرب كذا. شفت كيف الباقي؟ وين احط الزبالة؟ الباقي في الصحن. شوف ها، هذا هو عصير. يا سلام، اخيرا اخيرا مرة حمص ما اقدر. شوف احس مرة ثقيل. يا الله احس ثقيل بزيادة. واو هذا بلاك ماسك، نسيت من شيلت. اوكي تعال الحين الساعة كم؟ 11:30 اتوقع، صار قبل الساعة 12. بكرة عندي دوام. يلا بجرب. بسم الله. انا ما راح احبس معك لان الحمد لله. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. واو احس طعم زيادة، ما احس جنجر والله، ما احس، احس برتقال مع نعناع، يعني احس محتاج سكر. ما مزح، اجرب واشرب كله. يلا بسم الله. يا الله خلاص بصراحة بسوي كل يوم، بسوي كل يوم سهل. بس ثلاث برتقال، نعناع اتوقع 10 حبة نعناع، وجنجر جزر 4 ملاعق جزر، 4 ملاعق جزر، 3 برتقال، 10 حبة نعناع، واثنين يعني 1 ليمون ونص، يعني كاملة. حط بخلاطة بس، إذا تحتها حط سكر على كيف، بس أنا ما يحتاج عشان البرتقال فيه سكر يكفي عليه. أحس توما سكر غبي عشان السكر يكفي. هذا سكر، هذا سكر، بس هذا يكفي واحد. والله العظيم لذيذ، ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله. يا حرام عليك، حرام عليك، مرة لذيذ. يا ليت أطبخ من أول، يا ليت أطبخ من أول. صراحة لذيذ، بيعافية بيعافية بيعافية. واتمنى انت تعجبين، ممكن تسوي في البيت عشان انا ما احب اشرب غازية ولا عصير متجهز، عشان العصير انا شفت فيه سكر كذا، سكر كثير تخيل في الجنون، سكر كذا كاملة. انا ما حطيت سكر، انا ما حطيت سكر من نفسي. طعم مريض. انت حس تغير حياتك، يعني تغير، تنزع عن سكر كثير، قليلة سكر، يعني تاكل خضار، تاكل فواكه، ممكن حط السلطة مع فواكه، في بيتزا مع اناناس مانجو. انا جربت، يا الله بموت بموت، يعني خلاص لذيذ بصراحة، يعني مع اكل لحم جبن. يا الله الحمد لله مع اكل جبن، الصراحة احب الجبن بس ما اكل كثير عشان الزيت، جبن فيه زيت. لازم تجرب. اوكي اوكي كيف اقول بالاشارة؟ اربع مقاطع. اورنج اورنج، جزر كويت، جزر كويت، ميمون ميمون، كريم نايم، كريم حرف الجيم، كريم نايم، وإيش بعد؟ مينت، ما في لازم بدي الشعر. MINT MINT، بعدين موية ورا موية. كيف موية مقاس؟ بس يعني كاس، عن كيف تشرب موية كاس، هذا كامل. أيوه هذا
حط مقاس كذا يعني، تشرب مقاس موي عادي يعني، ما في لا صغيرة عادي ولا وسط يعني، تشرب كاس موي، حط حط الموي بعد تحط في خلاطه بس، وبالعافية ان شاء الله تعجبك من طريقه من مطعم. وانا جرب في البيت، اكيد مطعم بيت فيه فرق، لكن انا جرب الصراحه والله لذيذ، اتمنى ان تعجبك من طريقته هذا. لكن مو طريقه اكيد، طريقه مشروب. اليوم حر حر حر، تخيل ليش؟ والله العظيم حر صراحة، عشان من هذا في الشقة احنا في ثلاث فلور ها، قداف في خشب بيداف يعني، موجود جوا يعني، مو طلعتي فندق لا يعني جوا يعني، انا ما اخترت دافية ولا احد با، ما اخترت هو الشقة نفسها، عشان احنا ثلاث فلور عشان كذا احس حر شوية، وبرا من الشقة برد، بس جوا في الشقة حر. معقول والله العظيم معقول، لازم اغير الشقة، ما ادري انت ايش من هذا الشكل. اوكي، اني كواشن، اني كومنت، اني كواشن اكتب لي هنا، وممكن اسوي عصير يعني طريقه ثانيه او كيكه ممكن. يا حبيبي الله، بيبي والله.